مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. وآخر فقرة معانا النهاردة هي الحقيقة فقرة فنية مع مخرجة من أهم المخرجات مش بس على مستوى مصر ولكن كمان على مستوى العالم في الأفلام التسجيلية الوثائقية، وتحديدا الأفلام اللي ليها علاقة الحقيقة بالمرأة. ودايما المخرجات بينصفونا كده في الأفلام ودايما بيعرضوا مشاكلنا بشكل الحقيقة يعني جميل جدا. أفلام كتيرة جدا يمكن من أشهرها بالبنات دول، أربع نساء، فيلم جيران، فيلم نفس طويل، ويمكن نفس طويل كان من ضمن الأفلام، ويعني الحقيقة معظم أفلامها كانت بتحصد جوائز كتيرة جدا. خلينا نرحب مع بعض بالمخرجة تهاني راشد، نعرف أكتر عنها ونعرف أكتر عن أفلامها. أستاذة تهاني صباح الخير. صباح النور وأهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنتوا طيبين وإحنا طيبين كلنا. وإحنا كلنا طيبين. خلينا في البداية نبارك لحضرتك على جائزة نفس طويل، وهو أخذ جائزة مهرجان إسماعيلية. لا في مهرجان إسماعيلية ما أخذش جوائز، كنت بشارك في لجنة التحكيم فما أقدرش أحكم على فيلمي. فبس اتكرمت هناك في مهرجان إسماعيلية. يبقى بنبارك لحضرتك على تكريم حضرتك في مهرجان الإسماعيلية. شكرا. وخلينا نتكلم شوية عن طبيعة الأفلام التسجيلية الوثائقية. الحقيقة إنه طبيعة الأفلام دي في حد ذاتها هي مختلفة، يمكن مش منتشرة عندنا بشكل كبير في مصر، أو مش واخدة حقها بمعنى أصح بشكل كبير في مصر. كتير كان بيتوقع لها إنه بعد كل أزمة بتتعرض لها الصناعة، كتير الناس تتعرض بتقول انه الافلام دي هتاخد حقها، ان الافلام دي خلاص هتتشاف، الافلام دي هتكون موجوده، وللاسف انه برده ما بيحصلش. بالظبط. مشكله الافلام التسجيليه الوثائقيه ايه مع مصر ومع الشعب المصري؟ لا انا شوفي، لما ابتدت الثوره وعملت نفس طويل، انا كان عندي عندي مشكله انه الافلام التسجيليه الطويله زي ما بتقولي ما بتتشافش. ما بتتشافش ليه؟ لاصل التلفزيون ما بيعرضهاش، وقاعات الافلام مش مفتوحه ليها، فمفيش اماكن افلامنا تتشاف. هي دي المشكله الكبيره. ولما ابتديت انا نفس طويل، انا كنت حلفه تقريبا انه مش هعمل فيلم طويل تاني، اصله مسخره. الواحد بيشتغل سنتين بيتكلف فلوس، كل ده مش مشكله اذا الفيلم اتشاف. فوق البيعه نروح نتفسح كده في شويه مهرجانات ناخد جوائز، بس انت بتعملي فيلم عشان الجمهور، عشان جمهورك اللي عايش هنا في مصر اولا، وبعد كده عشان يتشاف بره. بس اذا جمهورك اللي انت بتشتغلي عشانه ما بيشوفش الافلام، الدنيا بتبقى شوفي كتاب ما يهمش، انت بتعملي كتاب برضو عايزه الناس تقراه بس ما بيكلفش. افلام التسجيليه برضو بتاخد منك سنتين من عمرك والتكاليف. فقلت لما جيت اعمل نفس طويل، قلت خلاص انا مش هعمل افلام طويله، هعمل حاجه جديده ما اتعملتش في مصر، مسلسل تسجيلي. فاشتغلنا على المبدا ده وحاولنا، عملنا 3 حلقات وورنا يعني وريناها على التلفزيونات، بس ما حدش جرى تحمس للفكره. لا حبوها. بس شوفي مشكلتنا برضو لما تروحي تبيعي، انا عبيطه عملت الحاجات دي بنفسي، والمفروض انه الواحد ما يعملهاش بنفسه، يكون ناس عارفة السوق. بس قلت انا يلا بينا، الدنيا اتغيرت فالافكار الجديدة في الساحة ويا رب. فاتضح انه الناس اللي بتشتري البرامج هي الناس اللي بتاخد بالها من الببليسيتي، من الاعلانات فهما بتعودين مغني، ممثلين، حاجة جديدة مش عارفين. بس أنا متأكدة، يعني متأكدة 100% وحتى 2000%، إنه إذا الشعب المصري شاف الأفلام دي هيحبها. أصلاً هيشوف نفسه فيها. مشاكله، أحساسه، حبه، كل حاجة موجودة في الأفلام التسجيلية وعلى طبيعة الناس. قنوات الأفلام بتتحمس لحاجة زي كده أستاذ تهاني؟ يعني النهاردة في قنوات كتيرة جدا للأفلام. الفيلم حتى الفيلم التجاري لما بينجحش بينجح بعد كده من خلال قنوات الأفلام. قنوات الأفلام بتتحمس لحاجة زي كده؟ طيب لا برضو لا. يعني شوفي أنا دلوقتي برضو في آخر فترة اشتغلت مع شباب اللي بيبتدوا في المهنة، وعندهم حتة طاقة وأفكار وهايلين، وأنا مش عايزة أقول لهم يا جماعة يعني بشويش يمكن السوق مش مفتوح. بس عندنا مشكلة كبيرة في
انه افلامنا تتشاف. انا ما بيهمنيش انه اكسب فلوس من وراها، عايزاها تتشاف. فدي لازم، هي دي المشكله. وده طبعا محتاج ناس موزعين على الاقل، موزعين وناس كده تتحمس للفكره دي وما تخافش. اصل زي ما بقول لك انا متاكده انه في، حتى لما البنات دول لما الفيلم ما اتعرضش في مصر للاسف، بس لما اتعرض في كان ورجعنا هنا ورحت في كام برنامج تلفزيوني كده، والناس بتوقفني في الشارع وتقولي عايزين نشوف الفيلم، أصله حاسين بالمشكلة، حاسين بالفكرة دي وعايزين يشوفوا، عايزين يفهموا، بس مش متاح، مش متاح. طيب خلينا نشوف مع بعض دلوقتي نفس طويل، التريلر لفيلم نفس طويل، ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك، نرجع بقى نتكلم عن البنات دول. تمام، نشوف مع بعض نفس طويل ونرجع مرة تانية. مصر ياما يا بهية يا ام طرحه وجلابية، الزمن شاب وانت شابة، ورايح وانت جاي، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو، وابتسامتك هي هي، تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. الليل جزائر جزائر يمد البحر يفنيها، والفجر شعلة هتعلى وعمر الموج ما يطويها، والشط باين مداين عليها الشمس نوار، ايدك في ايدنا ساعدنا دي مهما الموجة تتعافى، بالعزم ساعة جماعة وبالإصرار نعدي. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. كل هذه الكتابات انا انكرها كامله. ده حاجه جديده على في التاريخ المصري كله، واظن انه في تاريخ المنطقه العربيه، ومش عايز ازعم ان هو في تاريخ العالم، لان في حوادث مشابهه حصلت في العالم وان كانت في سياقات مختلفه. لكن ان يحصل ده في المنطقه العربيه ويحصل ده في مصر بالتحديد، ده اول مره حاجه زي كده تحصل، ان في رئيس بقى سابق، والرئيس اللي بقى سابق ده بيتحاكم نتيجه جرائمه او كده. دي اول مره تحصل. وده انا اظن انه اول، مش عايز اقول اول خطوه في طريق الديمقراطيه، بس اهم خطوه في طريق الديمقراطيه، ادي الرئيس لما بيغلط بيتحاسب ويتحاسب بس، يبقى ده الدرس. أيوة، عشان اللي جاي بتاعنا الرئيس اهو اللي جاي، اللي بيغلط وبيعك بيتحاسب ويتحاكم، يبقى الرئيس ما هوش فرعون ولا اله ولا دي مش عارف ايه، الرئيس ده خدام عند الناس، قبل انه يبقى خدام عند الناس اهلا وسهلا بيه، احنا بنتكلم عن اللي جاي مش بنتكلم عن اللي فات. بيقولوا لها يا ليلى ويقولوا لي انا وفاء عشان انت خاصص واحد، وبعدين ساعات يقولوا بقى لما يقولوا طب انتوا اخوات، نقول لهم احنا اخوات بس انا مسلمه وهي مسيحيه. كانوا بيجوا يسالوني في شغل العاملين، قول هي مدام وفاء مسلمه ولا مسيحيه، عشان دايما مع ليلى اصلا بقول لهم مسلمه وفي حاجه يعني، يقول لي اصلها دايما، وبعدين اصلا شعرها زيها وكده، دول اكنهم اخوات زي البصره. ناس كتير جدا بيحسبونا اخوات فعلا، كتير جدا، حتى الجيران عندنا. فاكرة يعني واحنا في التسريح اللي راح الموجه قال لنا انتوا انا بتلخبط بينكم، فواحده فيكم تلبس اشارب، قلت لك البسي انت يا ليلى، هيك البسي انت يا ليلى اشارب. في الشدايد والغنى محلى الكلام الحب اوقات الشقه، احنا اللي تهنا على الطريق من بعضنا متفرقين، والسجن هو الملتقى. انت متخيل الكلام ده هيوصل في دلوقتي لهنا؟ كنت متخيل ان الحكايه دي هتحصل زي ما هي، بس كنت عارف اشكالكم الوسخه دي، بس كنت عارف انكم جايين. يعني حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقولي، انه الشعب المصري بجد لو اتفرج على طبيعه الافلام التسجيليه الوثائقيه بجد، هيلاقي نفسه، هيلاقي ناسه، هيلاقي اهله، هيلاقي جيرانه، هيلاقي العقائد بتاعته، هيلاقي مصريته. بالظبط، هيلاقي مصريته الحقيقيه. الناس كتير بتحاول تضيعها مننا. بالظبط كده. حقيقي. انا متاكده 100% انه الافلام التسجيليه دي، شوفي انت لما بتعملي اي فيلم بتنزلي في الشارع، بتنزلي في حوالي موضوع انت عايزه تكتشفيه،
وبتتغيري. أصله هي الناس اللي بتعلمك، هو الواقع اللي بيعلمك. أنت ما بتدخليش، ما تخرجيش وتطبقي على الواقع أفكارك، لا، هو الواقع اللي بيغذي شغلك. وكل ما تبقي جنب الواقع وأمينة، أمينة بالنسبة للشخصيات اللي أنت قاعدة معاهم، الفيلم ينجح. وبعدين في كذا نقطة، يعني احنا مش بس بنتكلم عن الثورة، احنا اتكلمنا عن الثورة واتكلمنا عن الدين واتكلمنا عن الحرية واتكلمنا عن يعني حاجات كتيرة جدا الحقيقة. لا حاجة جميلة جدا بجد، شكرا. يعني يا رب ان شاء الله المصريين حقيقي ينتبهوا شوية للأفلام التسجيلية الوثائقية، مش بس المصريين كشعب ولكن كمان المصريين أصحاب الصناعة القادرين على ان هم يدعموا صناعة زي كده. يعني بالزبط. اذا كانوا منتجين، اذا كانوا موزعين، اذا كانوا أصحاب قنوات، لو كل قناة أفلام خصصت ساعة بالظبط للأفلام التسجيلية الوثائقية مش هتخسر أي حاجة، بالعكس. أبداً أبداً. بالعكس. وشوفي في برضو في يعني اي ابداع، اصل انا انا متاكده انه اي شغل فيه ابداع عايز حريه طبعا، وعايز مساحه، ما تقدريش تقيديني. يعني ده في مثلا في قنوات تقول لك، يعني مثلا البنات دول، انا اشتغلت 5 أشهر بحث وقعدت في الشارع مع البنات 3 أشهر قبل ما نبتدي تصوير، ده ما تقدريش تعمليه لما القناة تقول لك عندك 5 أيام عشان تعملي البحث، 3 أيام تصوير، يومين مونتاج، هتعملي أي كلام. فلازم الواحد للأفلام اللي فيها إبداع يسيبولك مساحة عشان تقدري تفكري وتخترعي برضو يعني حاجات جديدة. فعلا. طيب خايزة أتكلم عن البنات دول. أولا البنات دول بيتكلم عن إيه؟ وثانيا ليه البنات دول ما قدرتيش تزعي في مصر؟ البنات دول عن البنات اللي عايشة في الشوارع. انا كنت عايزة اعمل الفيلم ده اصله بشوفهم وزي اي بني ادم بيدي لهم شوية فلوس ويمشي، وانا كل ما ببقى قدامهم عايزة اتعرف عليهم، عايزة اعرف حياتهم شكلها ايه، عايزة اعرف احلامهم ده. فعملت الفيلم ده ونزلنا وقعدنا. شوفي قابلت ست هيلة اسمها أبلة هند اللي هي بتشتغل مع البنات، وتشتغل مع البنات على أساس هي عندها مهنية بس الحب، هي بتحب البنات. فمن خلالها دي قابلتيها فين يا فندم؟ من في جمعية أهلية بتشتغل أوكي. ومن خلالها قابلت البنات، اتعرفت بيهم في الجمعية. بعد كده هي بنت أخدتني من في إيدها وقالت لي تعالي معايا، فنزلت معاها في ايدها تحت رعايتها، فالشغل ابتدى كده. وكانت ايه القصص، كانت ايه اهم القصص؟ هل كانت قصص مثلا اجتماعيه اكتر؟ هل كانت قصص مثلا ليها مشاكل بان هم بنات شوارع، المشاكل اللي بيتعرضوا لها، الحوادث، الحاجات دي؟ ده واحلامهم. واحلامهم. انا لما اتعاملت معاهم، انا ما عنديش للاسف اطفال، بس عندي بنات اخويا وبموت فيهم. وتعاملت معاهم أصله شبه بنات أخويا، نفس الأحلام، عايزين يعيشوا، عايزين يحبوا، عايزين يدرسوا. يعني لما بتحسي بيهم وتشيلي الأفكار المسبقة يعني بتكتشفي إنه زي بناتك طبعا. ناس طبيعية جدا أكيد. أيوه. بس الظروف اللي عملت فيهم كده بالظبط كده طبعا. وما تزعش للأسف، أصله بيتكلموا كلام الشوارع، وكلام الشوارع فيها ألفاظ خارجة، فممكن نعمل نسخة فيها بيب 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 وبس. أنا يعني الناس بتتكلم كده في الشارع، مش عايزين نسمعهم ليه؟ الكلام كان خارج قوي. يعني احنا الحقيقة شتايم. ما احنا كتير جدا المسلسلات رمضان على فكره بيبقى فيها شتايم. يعني انا كتير جدا من المسلسلات وببقى عارفه مين اللي بيطلع الحاجات دي في المسلسلات، لما في اي اطفال قاعدين موجودين تطلبي منهم يدخلوا وقت اذاعه المسلسل لفلان الفلاني او لفلانه الفلانيه. فايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ممكن يعني يذيعوه يحطوه فوق ال 18، ما فيهوش حاجه الا الاطفال الفاز الخارجه، غير كده حياه صعبة في الشارع، في مشاكل، في اغتصاب، في البنات بتغتصب ومن خلال ده بيخلفوا عيال وبتبقى عائلات عايشة في الشارع، فمشاكل كبيرة. وشوفي زي ما بقولك يعني الواحد لازم يحس بيهم.
لو كنت عارفة انه كنا هنتكلم عن البنات دول كنت جمت قبلة هند. اصله قبلة هند جيبة يعني قمة الحب وقمة انها بتدي من قلبها للناس وبتشتغل يعني، واحنا عايزين ناس زيها في كل الاماكن. الله. طيب خلينا نشوف مع بعض البنات دول، جزء من البنات دول، ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم ومع الاستاذه تهاني راشد. مش على ابن عدو، ابن هما بيخافوا على ابن عدو اكتر منا، وبيخافوا علي. اي حد غريب من بره يكلمني بيقفول عشان ده ابن اختي. انا ممكن عادي ما انا ماشي، ممكن انا نايمه في المعرض مكان مطرح ما بنام انا، وافضل سهران عليها مش عشان خاطرها هي، عشان خاطر ابنها. رضا اختي يعني مش معتبراها صاحب ولا كده، معتبراها اختي ليا، اذا كانت هي ولا طاطا والبنات كلهم، بكرهش حد منهم. ليه؟ عشان ما الحنيه اللي ما شفتهاش من ابويا ولا مرات ابويا شفتها هنا معايا. بعد عزت، بعد ما عزت متحبس، انا شفت بعدها كتير سهل منه، وبدا من ربنا وفي كل ادال، فجر في ظهر في عصر في مغرب في عشاء، بدا من ربنا اللي هو طلعني بالسلام. ليه؟ عشان دوت اعتبرت امي واخواتي وعيلتي كلها. ليه؟ عشان عودني برضو كان حاجات كتير. فاكتر يا ابني يعني واحد غيره يشوف واحدة قاعدة في الشارع بتشم كلها وبتشرب سجاير وبتقعد مع الشباب وكده، عمره ما هيبص لها. بس انا عندي عزة دوت والدنيا كلها، عزة ده بعد ربنا بس. يا طويل متوقعش يا شلوان، بس بقى خلاص يعني انا من ساعه ما اخدت رقم. اكيد حاجه ماساويه جدا ان الناس يعني تشوف نماذج زي كده، وللاسف الشديد انه بسبب الظروف وبسبب المشاكل كتيره جدا اللي بنعيشها في بنات في الشوارع كتيره جدا بيتعذبوا. يعني بنتمنى الحقيقه ان احنا يعني يكون مشروع قومي كده كل المصريين يشتغلوا، يعني ما يبقاش عندنا طفل في الشارع، ما يبقاش عندنا بنت في الشارع، ما يبقاش عندنا ولد في الشارع ابدا. يعني 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 حقيقي زي ما في حاجات كتيره جدا بنفكر فيها لمصلحه البلد زي الصحه والتعليم والامن والاقتصاد، مهم قوي ان احنا نفكر في الناس دي. مهم جدا ان احنا ما يكونش عندنا ولا بنت ولا ولد في الشارع. بالظبط. حقيقي اصل هم عندهم حقوق زي زيك. طبعا طبعا. والدنيا مرمطتهم ورمتهم في الشارع لسبب اسباب مختلفه وكثيره، بس ده مش من حقهم، ومن حقهم ان يعيشوا حياه انسانيه وما يتعرضوش للخطر وللاغتصابات والحالات اللي فظيعه اللي بيعيشوها. وزي ما بقول لك انا بحبهم زي بنات اخويا. طبعا بس طبعا طبعا. وده المبدا، هم زينا، ما فيش اصل الناس بتتعامل معاهم يعني خايفين منهم، قرفانين منهم، ما بيصدقوهمش. هو مش بس هم زينا كمان استاذ تهاني، هو احنا كان ممكن نكون زيهم. بالظبط. يعني هو مش بس كده، ده احنا كان ممكن نكون زيهم في مكانهم، بس في اختلاف حصلت في الظروف. ربنا حطنا يعني في المكان ده، بس حطهم هم في المكان ده، بس هو ده الفرق الوحيد. حقيقي. بالظبط. حقيقي. اهم قضيه ناقشتيها كانت ايه تاني استاذ تهاني من خلال افلام حضرتك؟ يمكن ده يعني تقريبا هيبقى اخر سؤال مع حضرتك. اتكلمتي عن بنات الشوارع، اتكلمتي عن الثوره، اتكلمتي عن الحريه، اتكلمتي عن ايه تاني في الافلام؟ ايه اهم القضايا اللي تحبي تتبنيها وتكملي المشوار فيها؟ انا اي قضيه انسانيه تهمني. وشوفي انا بدخل في موضوع يعني لازم يكون الموضوع شاغلني من جوه. يعني لازم اشتغل عليه. اصل انا بدور على 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 اسئله، بدور على اجوبه، بدور على يعني اي مشروع الواحد يشتغل بيه بقناعه لازم يكون راكز فيه، داخل فيه، انه ما تقدريش تعيشي من غير ما تعملي الفيلم ده. فاي شوفي انا كنت عايزه مثلا اعمل فيلم عن الايام دي، عن 30 يونيو. عن 30 يونيو لا خلاص. لا شوفي اصله في برضه مشكله تانية لما بتعملي افلام تسجيليه ما تقدريش تدخلي
في موضوع وهو بيتغير طول السنة. صعب. صعب. فلازم يعني يكون عندك موضوع كده على الاقل متكامل شويه عشان تقدري تكون معاكي كل الماده بتاعته حتى. بالظبط. الاستاذه تهاني رشا الحقيقه انا سعيده جدا بلقاء حضرتك وتشرفت بوجودك معانا النهارده. شكرا. واتمنى ان يكون صوتنا وصل لاي حد من اصحاب القنوات المتخصصه في الافلام، ان لو عملنا ساعه في كل قناه للوعيه الافلام دي والله اذا نجحت تبقى انت عملت ساعتينا بطريقه هايله. يعني مش هنخسر اي حاجه، بالعكس ده احنا هنساعد حاجات كتيره جدا في تنوير حتى العقول المصريه. بشكرك مره تانية مشاهدينا. بكده بتكون وصلنا معاكم نهايه حلقتنا النهارده من نهارك سعيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم النهارده، تاني ايام الشهر الكريم. بشكركم على حسن المتابعه واشوفكم على خير.